طيب باشمهندس وليد، يعني في بعض التحديات بتقابل الحكومة المصرية، التعديات على النيل وكيفية مواجهتها، ومواقف يعني موقف الوزارة من تعديات الكبار. التعديات على النيل الحقيقة طبعا طبعا مشكلة كبيرة، مش بس النيل الحقيقة، شبكات الترع والمصارف عندنا التعديات وتغطية بعض المصارف والترع طبعا. هنيجي برضو لموضوع التغطية ده الحقيقة، بس أولا التعديات ضخمة جدا، جت فترة انفلات أمني عملت طبعا تعديات ضخمة، يعني التعديات وصلت لفوق 500,000 تعدي مخالفة مسجلة على شبكات الترع والمصارف. النيل مش بس النيل، النيل 1300 كيلو ولا 1500 بالفرعين 1500 كيلو، انما احنا عندنا شبكة ترع ومصارف طولها حوالي 55,000 كيلو. تعديات ضخمة حصلت عليها. تم ازالة تقريبا 320,000 مخالفة من ال 540,000 تقريبا يعني. وده رقم برضو مش قليل. طب ده كويس جدا. انما والنيل اذا كان في تعديات الحقيقة برضو يعني في خلال السنتين ثلاثة اللي فاتوا في ازالات وصلت لحوالي 30,000 مخالفة، ازالة للمخالفات يعني. مفيش حد فوق القانون. يعني الحقيقة برضو ده برضو يبقى نقطة واضحة، ما فيش حد فوق القانون، القانون بيطبق على الكل. وتعاون الجهات المعنية، حضرتك عارفة الإزالات بيبقى فيها أطراف تانية كتير، مش بس وزارة الري، فيها المحليات، فيها الأمن بالتأكيد، ولازم في دراسات أمنية مسبقة قبل ما نعمل الإزالات دي. الحقيقة التعاون دلوقتي وهيبة الدولة بقت موجودة وبقوة. الإزالات إزالات ضخمة اتعملت، إزالات كانت ناس متعدية على النيل وردمة جوه النيل وعاملة فنادق مثلا، والكلام ده اتشال بالكامل يعني. فالتعديات يعني بحسم وبقوه، الكلام اي تعدي هيتشال. مفيش حد فوق القانون. الموضوع هياخد وقت شويه لان كم المخالفات كان كبير جدا، بس الحقيقه الدوله ماشيه بخطوات ثابته في هذا الملف. مفيش تعديات هتبقى موجوده على النيل والمجاري المائي.